ربي نعم ياك هاو خويا ياك هاو الحاجه البيت بيع روحها معلم ها ما شاء الله شوفك العينين هاسكي ب 350 دينار بونتو في القشاره يحتمل في بومهل اطلع بيض حمادي يجير تنفخ خويا بونتو في القشاره مستحقي باب ملوينك والنومرو نتاعي 53 53 9 حمادي ليه 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 توا ليه بضحكوا لعبت ثلاث سنين في السوق هون اول مره نشوفك باعك في يدك فلوس وفرحان ما شاء الله يا خويا كهو نحن نحبوا العيشه وربي خلقنا ما لهوش راهو اللي ما يحبش العيشه انا راهو ما نكذبش عليك انا ما نحبوش ما نحبوش ما جي اول مره تبيع جر وانت لا نبيع نبيع غرام راهو هذه كله غرام راهو 350 اختي بونتو في القشاره بونتو في القشاره شبه الحلوف كاينه ولا لا هو لا لا مش حلوف لا لا مش إيه انه هو شبه الحلوف ولا هما حليله فذكيين برشا فهمتني انا نولي حلوف حسيده ريت مفسد على الناس الخايبين فهمتني نحنا في تونس قديش عندنا من حلوف عنا برشا حليلف يا ربي معاهم حليلف نتاع الحسيده يدخلوا يفسدوا الحسيده وما ياكلوهاش انت ريتش حلوف ياكل في الشعير وفي القمح عندنا حليلف نتاع حسيده في البلاد هذيا يدخلوا يفسدوا الحسيده وما ياكلوش انت الحلوف هذا قاش طلب فيه 350 دينار بونتو في القشاره اغزر باباك الشبوبيه شوف يا معلم شوفك الشبوبيه ليزيو بلو سيال بلو بلو سيال بلو سيال ليزيو بلو سيال زرق عينيه مزرق العيون الزرقاء هاسكي ليزيو بلو سيال بلو سيال يعني ازرق سماوي اي اي برا مخي بك برا مخي بك برا مخي بك انت ذوما منين جبتهم هذوما منين جبتهم هذوما عندي في الدار عندي في الدار اي عنده ولدت لي 10 كلاب حاجه عينيه 10 كلاب بعت 6 على الانترنت بعت 6 على الانترنت جاوني البارح يجريو وفرحت بهم وكل واحد نعمل له رميز 10 دينار على الكلب ب 3 دينار على الكائن 340 دينار بشكوتو سلعه بشكوتو علاش مش تعملوا غسله كاية ولبسوا حاجه علاش يرعش هكاك حرام عليك لا هما يحبوا البرد خويا هذوما دي هاسكي سيبيريان ما نشوف هاسكي يرعش انا من البرد مش خاطر بلاد ترعش بلاد ترعش خليهم ما يرعش قلت راك حلوف ما نكذبش ترعش يا معلم خليهم ما يرعشوش يا خويا ما عليك مريقل مريقل فما ربي في الوجوه فما ربي اه مش حمادي فما ربي 350 بونتو في القشاره هاسكي ليزيو بلو ليزيو بلو الاخر 40 خليه ياخذوا 40 دينار والله ايش باش نقول لك بابا باش نقول لك 40 دينار نكذب عليك راه مرحبا بيك عايش شنو هذا اللي في يدك ورينا كيف الكاميرا شنو هذاك كانيش كانيش نسال فيه 300 300 اي هذاك شريته 280 وصرفوا عليه تو 90 دينار حجامته ب 50 وشامبو نتاعو يحجم 50 اكثر من العبد يا باب بس امني ب 50 التلقيح نتاعو والطبيب ب 30 امني والكرنيه نتاعو وعمره اموره واضح سامي ايش عمره طيب؟ 3 اشهر اذكر 3 اشهر شنو تشري وتبيع ولا نتاعك انت؟ لا انا مغروم متفقين في البلاصه قلق الجيران حبيت نبيعه. اما انا شاريه 280 خاسر عليه قريب 100. باش يقلق لي الجيران من خاطر بلاصه فهمت وليت هبطت فهمت هبطت باش تربي فهمتي ولا مغروم تشري تو هكا تشوف السوق وتشوف مع تفسر العباد تجي هوني تحوس وتروح تجي هوني تعمل دوره كلش عليهم يدور في بلفيدير من غير فلوس يعمل دوره ويروح لا يشري لا حتى شيء ما عنده وين باش يمشي يجيب صغيرات يفر هذا فهمتي ولا تجي جودوندون وحميه وعصافر وسجعان يبيع ويجيو يتفرجوا والاغلبيه يتفرجوا ويروحوا ولو كي يوسعوا بالهم يا اخي من بلاصه وقت فهمت اما خير والبيوع فما جاي اي البيوع يجيبوا ربي هاني ماني معناتها مغروم انا مانيش عندي على الناس لان تو نلقى في بيعه ان شاء الله نلقى في بيعه وربحه فما المغرمه نتاعو فما الناس المغرمه نتاعو فما ايش نعمل خويا فلوس وشو باش تعمل به كيف باش تبيع؟ والله شويه للضوء للضوء اي 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 شويه للضوء وشويه للدار نخلصوا به شويه الضوء ونخبيه شويه للدار ايش نعمل برا يا ربي سهل يعيشك يعيشك